you have a big new building project out here. Yeah. It's not big enough. بك صراحة بيدبلين تركيا مبادرة كي أشتيب كات بكيك رفض كا إما همش تقدر بكيك هيك تركيا إصرار كي لسر حل عسكري إما بس يجنين لو حل ما بيستو سي صلا إما داس تركيا ما نجرت وقت وكبهانا بإما بجري تعداش لإما بكي دفاع لخوما نكين نازم واضحة والله بمن يانا أو وقتها همو كرد كوا كمان همو أحزاب سياسي همو شخصياتي ثقافي هي أكاديمي الان اما حلك سلميه تركيا طرحي كردو ابي استجابه بكريت ورن لقال باكي كاموش باكي وقساب كان باكي يا ابي بشك لم حل سلميه وقبولي دكي يا انا اي وشاهد بن اي ما ام جماعته بدجي ملتي كرد بدجي برجواندي ملتي كرد زين لبروا اي ما وقت اومادين هموش تبكي بلا من نوچم بو قناعت بو رازي كردني ام دولته يا اويتر شر كرد وكرد درست كم اما مستحيله ما بكم حزكي هر شي دبي بو بي. أما حلّة، لأن بعسكري حل نيابة، أما بيستو سي صالة حل نبوة، يعني بم دروجة حل دبي. You know, that's the peaceful solution is the solution, because in the last 23 years, military solution has got into nothing. باشان أردوغان بيشي چند روجة؟ قوتي PKK بين لجير قبّي پرلمان مشاكلي خوان حزيا. من بيمو أما مقصيك زور معقول. A few days ago, Recep Tayyip Erdogan announced that the PKK to lay down their arms and to come back to the under the umbrella of the parliament to solve their problem. I think that is a very wise